السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباراة النصر والحزم، يمكن احنا من بداية الموسم بنتكلم على مشاكل الدفاعية اللي موجودة عند فريق النصر وعلى كاسترو اتخاذ اللازم وحل هذه المشاكل، ولكن لا حياة لمن تنادي. انت النهاردة بتقف في أزمة كبيرة جدا، فريق بيسجل أهداف وما بيعرفش يحافظ عليها حتى في الوقت بدل الضايع وفي اللحظات الأخيرة، وانت بتتقدم وبتحط هدف الفوز 4-3 في الدقيقة 93 94 بيتسجل فيك الهدف التعادل في اللحظات الأخيرة. طب كمية هجمات نادي الحزم قدام النصر عاملة ازاي؟ هل هي كتيرة؟ لا، بس هي الهجمة اللي بيوصلوا فيها خط دفاع ما بيعرفش يتعامل مع هجمات الخصم. منهم 3 أهداف يعني مرتبطين ببعض، الهدف الأولاني لنادي الحزم اللي هي الدربكة وبعدين الكورة وبعدين بتروح للاعب يحطها في الجون، ركنية بتتلعب بالراس في وسط الزحمة بيحطها بيسجلها هدف. والجون التاني من انفرادة، طبعا انت متقدم 2-1 وعاوز تحافظ على النتيجة، تلعب على مسافة التسلل منين؟ من نص الملعب عشان اللاعب يخطفها لاعب نادي الحزم ويسجلها في الهدف التاني. تعال نشوف الهدف التالت والهدف الرابع، في تشابه، في تشابه بين الهدف الاولاني والتالت والرابع، 3 أهداف متشابهين بالشكل والمضمون. يعني في 2 ركنية، الهدف الاولاني والهدف الرابع لنادي الحزم، مفيش تعامل كويس قوي، في كور زحمه في وسط زحمه بتوه، المدافعين ما بتعرفش تطلع الكوره فبتسجل اهداف في نادي النصر، عشان النصر يفقد نقطتين مهمين جدا في سباقه وفي منافسته مع الهلال السعودي. الشكل الهجومي انا اتكلمت عنه كتير قوي عند نادي النصر، والنصر النهارده كان حلو هجوميا، حلو استحواذا، حلو الشكل. المشاكل الدفاعيه، يعني انت كاسترو المشاكل الدفاعيه دي عندك من حوالي كام، من حوالي ايه ده، من بدايه الموسم وانت مش عارف تحلها. الهجمه اللي بتيجي عليك بتبقى خطر، بتسبب لك يعني بتحطك في مأزق كبير قوي. انت قاعد بتعمل ايه الفتره اللي فاتت كلها؟ يعني وراك ايه؟ وراك حاجه بعد الظهر، فاتح محل في مكه او في الرياض، غير ان انت بتدرب وبتشتغل وبتشوف مشاكل الفريق عشان تحلها. المشاكل الدفاعيه دي لو عند اي مدرب خلاص، انا مني واحد هفضل ادور المشاكل بتاعتي احلها ازاي واحل مشاكلي، لكن المشاكل اللي انت محلتهاش لغايه دلوقتي وسايبها كده هي اللي ادت ان النصر النهارده بيخسر نقطتين مهمين جدا في صراعه مع المنافسه، وبيدي مساحه اكبر لنادي الهلال اللي كان داخل مباراه الاتحاد لو مضغوط شويه بكره خلاص الموضوع بالنسبه له يعني مفيش ضغط قوي. اللي بينافسني خسر نقطتين يعني ريحني شويه. الهلال بكره هينزل قدام الاتحاد مستريح، الموضوع مفيهوش ضغط قوي بسبب التعادل بتاع النصر النهارده. طب دي مشكلة مين؟ مشكلة مدرب، مشكلة مدرب، مش غياب كريستيانو رونالدو. لا، انا شايف في اهداف اهي بتتسجل من النصر السعودي، اهداف حقيقية وجمل وفرص وانت بتروح على المرمى، ولكن في الجملة الدفاعية مش موجودة، مش حقيقية. الانسجام بين خط الوسط وخط دفاع النصر مش كويس، وده الكلام ده من بنقوله بقالنا 3 سنين 4 سنين، لكن محدش بيسمع الكلام. تحس ان مثلا الجهاز الفني والاداري لنادي النصر حاطط في حته تانية، بيفكر في حاجه تانية. هل النهارده كاسترو زي ما بيقول والله بيفكر في مباراه العين الاماراتي في دوري ابطال اسيا؟ انت مش فاهمها، انت بتعمل ايه؟ ده يعني تعالى شوف انت الجمل اللي انت بتعملها، بتركز لي في حته وتجيد فيها كويس قوي، طب ما تحافظ على الاهداف اللي انت بتسجلها. انت كسبان الحزم في الدور الاولاني 5-1 تقريبا كده، مش 5-1، انا متذكر ان 5-1. النهارده بتتعادل 4-4، ده يعني ايه الاهداف اللي بتدخل فيك دي؟ وبعدين تعالى شوف ترتيب الحزم فين، فترتيب الحزم ايه عشان يتعادل مع النصر اللي بينافس مع احترام النادي الحزم، وده واضح من نتائج النصر اللي الفترة اللي فاتت. يعني النصر كسب الشباب بصعوبة، وقبله كسب الفيحاء، يعني كنا بنتوقع النتيجة تبقى أكبر من كده. النهاردة ده مردود إن في تراجع في أداء النصر بقاله فترة، من بداية مباراة النصر والهلال في كأس موسم الرياض. يمكن إحنا استمتعنا بالنصر السعودي أمام إنتر ميامي والنتيجة 0-0، وشفنا جمل بالجملة بتتعمل وشكل منظم. النهارده احنا كنا بقالنا فتره بنقول نركز، انت فريق بتنافس على البطوله، ف
فريق عايز تاخد وتحقق بطولات لازم يبقى عندك حارس مرمى كويس قوي. والنهارده وليد عبد الله ما تسالش على الاهداف، الاهداف في زحمه وبتتشاط عليه بتسجل، الدفاع مش عارف يتعامل مع الكور، مش عارف يطلع الكور كلها بتتشاط مثلا كورتين من الستة ياردة او من قبل الستة ياردة هيعمل فيهم ايه، وانفراده هيعمل فيهم ايه، الشكل الدفاعي مش متناسق، اللعيبه مش منسجمه مع بعض دفاعيا، منسجمه في الشكل الهجومي وبتعمل جمل حلوه قوي وبيمتعك النصر كشكل هجومي، لكن شكل دفاعي وانه يحافظ على مثلا مباراه تقدم فيها في الدقيقه 94 ان في اللحظه الاخيره يتعادل معاك الفريق الخصم بجمله مكرره، جمله متكرره، يعني انت حياتك تتعلم من التكرار اللي حصل في مسيره المباراه، تتعلم ان الجمله دي اتعملت ما تحصلش، لكن ثلاث اهداف بشكل واحد وهدف باستهتار بالخصم ان انت بتلعب بشكل على مصيده التسلل وانت متقدم 2-1. يعني الهدف الثاني لنادي الحسم كانت النتيجه 2-1، فما عندكش اي داعي ان انت تلعب بالشكل الغشيم الدفاعي ده كله وتسيب المساحه لنادي الحسم عشان يجيب جون التعادل 2-2 وبعدين ربنا يكرمك وتتقدم. الاقي برضو نفس المشاكل الدفاعيه وكوره تدخل جوه ال 18 ما يعرفش الدفاع يتعامل معاها ولا حد بيطلع كوره في فرص، يعني النهارده الحسم هيتعدلوا خمس ست فرص سجل منهم 4 اهداف، والنصر عنده طبعا فرص كتيره جدا ومستحوذ، نسبه الاستحواذ اعلى والاداء اعلى والنجوميه اعلى، ولكن فين الفريق المنافس ده؟ انت بتنافس على البطوله وازاي ان انت تخسر نقاط في هذا التوقيت؟ التوقيت ده ما تنفعش ان انت تخسر فيه نقاط. بكره مباراه الهلال والاتحاد، فرصه وجات للاتحاد الهلال انه يلعب بشكل مستريح امام الاتحاد، وبعد برضه مباراه هتكون كبيره جدا، وانت النهارده والنصرويه بقى بكره ان شاء الله هيقعدوا منتظرين الاتحاد هيعمل ايه مع النصر، بس انت ما انت فقدت نقطتين، ده حتى يعني لو الاتحاد كسب يعني هيبقى الفارق 6 نقط، وانت النهارده انت كنت في احتياج ان انت تكسب المباراه، تقرب المسافه، تولع المنافسه وتشتعل وتضغط على الهلال عشان الفرق يقرب ولا بتاع، لا، لكن انت خلاص بتدي فرصه للهلال وترجع نتكلم ونقول ان التحكيم فيه ايه؟ ولا انا مش فاهم، يعني النهارده يعني فرصه النصر هو اللي بيضيع الفرصه بالنيل، انت فرصه المنافسه الحقيقيه النصرويه هم اللي بيضيعوا المباراه على ارضك وسط جمهورك وانت اللي المدرب معاك وحافظ الحزم وحقيقتك مذاكر كويس قوي الخصم اللي قدامك والمشاكل الدفاعيه تحلها، لكن ما حلش المشاكل، قاعد في حته تانيه بيفكر هياخد ايه للعيال وهو ماشي، بيفكر في مباراه العين الاماراتي ولكن في النهايه هي دي كره القدم، واحنا كنا بنتمنى ان المنافسه تكون موجوده بين النصر وبين الهلال ومستمره، وهي ما زالت موجوده، ولكن نسبيا ما كل ما هيخسر نقاط النصر فدي بتدي فرصه اكتر للهلال ان هو يقترب من تحقيق اللقب وان هو يخلص الفيلم بدري بدري. في النهايه الف مبروك للحزم، عملت مباراه كبيره جدا، وهارد لك للنصر اللي مدربه مش عارف يحل المشاكل الدفاعيه حتى الان، وده شيء من الواحد مستغرب له، ونتمنى ان احنا نكون مستمتعين اكتر بالدوري السعودي وان المنافسه جميله ورائعه ان شاء الله باذن الله، وفي انتظار بكره مباراه الهلال والاتحاد طبعا وهنشوف ايه اللي بيحصل فيها، والاسبوع ده هيكون في رقم قياسي في تسجيل الاهداف واحنا شايفين الموضوع وصل ازاي، هيعدي ان ممكن نوصل لل 40 هدف او اكتر من 40 هدف في هذا الاسبوع، وفي النهايه ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.